آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء. فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي. أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة نبينا حبيب أهل الأرض والسماء. شكلت واقعة الإسراء والمعراج قوة دفع للدعوة الإسلامية، فقبل الهجرة بسنتين شهدت بضاح مكة نشاطا دؤوبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة بين وفود القبائل القادمة إلى مكة في موسم الحج طلبا للنصرة، بعد أن واجهت الدعوة صدودا وإعراضا لا نظير له من مشركي قريش. وبدأ هذا النشاط يؤتي ثماره في السنة 12 من البعثة النبوية. ففي وادي منى وفي تلك السنة وفي هذا الموقع بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 رجلا من قبيلتي الأوس والخزرج من المدينة على الإيمان والنصرة، وسميت بيعة العقبة الأولى. وعاد الأنصار إلى المدينة ومعهم مصعب بن عمير يعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين ويقرئهم القرآن. وفي السنة التي تلتها ازداد العدد وبايع الرسول عليه الصلاة والسلام 73 رجلا وامرأتان من أهل المدينة، وعرفت ببيعة العقبة الكبرى. في هذا المكان اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 11 للهجرة أو 11 من بعثته صلى الله عليه وسلم مع 6 أشخاص من المدينة المنورة كانت تسمى يثرب. فلما اقتنعوا بالإسلام أتوا في العام الذي يليه وأصبحوا حوالي 12 رجل. اجتمع معهم النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل معهم مصعب ابن عمير للمدينة المنورة في العام الذي يليه، وهو الثالث عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبحوا 73 رجل وامرأتين اجتمعوا في هذا المكان وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين سرا للهجرة إلى المدينة المنورة بشكل فردي أو جماعي محدود،
ولم يبقى في مكة إلا قليل من المسلمين مع رسول الله، من بينهم أبو بكر وعلي رضي الله عنهما. وقبل أن يتحرك الرسول مع أبي بكر أدى الأمانات إلى أهلها وترك عليا في منزله، بينما كانت قريش تلاحق الرسول تريد أن تقتله قبل أن يتمكن من الوصول إلى المدينة. يعرفون صدقه وأمانته، لم يغادر المدينة رضي الله عنه حتى استوفى أمانة الناس وأبقى باقيها لعلي رضي الله عنه كي يسددها لأصحابها. وسر ذلك أنه ينطلق صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وفي تعاملاته من أمرين: من فطرة فطر عليها أصيلة، ومن شرع الله سبحانه وتعالى. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر سرا إلى المدينة، ولكنه بدلا من أن يسلك طريق المدينة المعروف باتجاه الشمال توجه جنوبا نحو جبل ثور في الطريق المؤدي إلى الطائف، ليبيت مع أبي بكر في غار صغير معزول هناك 3 أيام حتى تهدأ ملاحقة قريش. في قمة الجبل يوجد غار ثور، غار ثور له قصة جميلة جدا مرتبطة بالهجرة النبوية. صعد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هذه الصخور الحارة والصعبة، هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. صعدوا حتى وصلوا إلى قمة هذا الجبل، قمة شاهقة عالية جدا، يعني حتى نستطيع أن يصعد إليها الرجل القوي يحتاج إلى تقريبا 3 ساعات في هذه الحدود، حتى نرى كيف كان صلى الله عليه وسلم يعمل ويتعب من أجل إبلاغ هذا الدين لكل الناس. صعد هو وصديقه أبو بكر الصديق إلى قمة الجبل في غار ثور، وناموا عدة ليالي. وكان الطلب من قريش ومن جميع من يحاول قتل النبي صلى الله عليه وسلم أو الظفر به حيا أو ميتا يحوم حول هذا الجبل. في هذا الغار، في غار ثور، يأتي الطلب ويأتي كفار قريش حتى يصلوا إلى فم الغار. يقول أبو بكر: لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا على هذه الصخور. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر الصديق: يا أبا بكر، كلمات كالجبال، وهي مستوحاة من قوة هذه الجبال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بكل طمأنينة وبكل ثقة بالله، لأنه يعمل لدعوة الله، يقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. نبينا، نبينا الذي تعطرت بحبه الأرجاء، نبينا حبيبنا الذي تدثرت بنوره الأنحاء. كانت الرحلة بعد أيام الاختباء الثلاثة في الغار مملوءة بالكرامات الربانية، فقد رصدت قريش جائزة لمن يأتيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لكن الرسول تجنب طريق القوافل المعتادة وسلك طريقا يتقاطع معها في بعض الأحيان، إلى أن اقتربت أنوار النبوة من المدينة المنورة التي خرج أهلها إلى قباء لاستقبال الرسول الكريم وصاحبه. تلطفي يا ريح بالمدينة المنورة، تعطري 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 يا ريح من بقاعها المعطرة. بعد الاستقبال الحافل الذي سبقه استقبال أهل المدينة لمن سبق الرسول من المؤمنين المهاجرين، بنى الرسول أول مسجد في المدينة، وهو مسجد قباء. صلوات الله وسلامه. هذا المسجد الذي له ذكر كبير في التاريخ الإسلامي،
وله ذكر كبير حتى في القرآن، لمسجد أسس على التقوى هذا هو المسجد. وهو يقع إن أحببتم أن تتعرفوا إلى المنطقة التي أقف فيها الآن، يقع على مدخل المدينة من ناحية طريق الهجرة. هذا الشارع الذي أمامي الآن والذي ترون هذه السيارات تمشي فيه، هذا طريق الهجرة. بهذا الاتجاه السيارات التي تمشي في هذا الاتجاه هي تغادر المدينة وتذهب، لو نظرتم مع السيارات سوف يذهبون في هذا الاتجاه إلى مكة المكرمة مباشرة. هذا الطريق طريق الهجرة، السائر فيه سوف يمضي في خط مستقيم ينحرف قليلا على اليسار ثم يصل إلى مكة المكرمة البيت الحرام. كانت تنتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مهام كثيرة لترتيب أحوالها وبناء أول مجتمع مسلم فيها. وفور استقراره صلوات الله وسلامه عليه في بيت أبي أيوب الأنصاري، كانت أول خطوة هي بناء المسجد النبوي، وبني إلى جانبه بيت للرسول صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، كما ترون نحن على ارتفاع عالي جدا وأمامي الحرم النبوي الشريف، وهذه هي القبة الخضراء التي هي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويسكن فيه الآن جثمانه الشريف حيث دفن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وبجواره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب أصحابه صلى الله عليه وسلم وأحبابه. وهذا هو الحرم النبوي الشريف الذي ترونه أمامكم بعد التوسعة الكبيرة من قبل الحكومة. طبعا كان هذا المكان كله بيوت الصحابة وبيوت الأنصار وبيوت المهاجرين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم حي ويسكن المدينة ويتجول في أرضها ويؤسس للدولة الإسلامية العظيمة التي هي درة الدول ونور الأرض كله. هذه المنطقة التي ترونها كان الحرم كله، هذا الذي ترونه كان هي المدينة على صغرها. وفي هذه الفترة جاء تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. وفي المدينة المنورة هنالك مسجد يشكل شاهدا على عملية التحويل هذه. هذا المسجد الذي ترونه خلفي يسمى مسجد القبلتين، وله قصة معروفة في التاريخ، حيث أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء ويتمنى أن تتحول القبلة التي كانت في بادي الأمر في اتجاه بيت المقدس في المدينة المنورة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فجاءهم من يناديهم وهم يصلون أن النبي غيرت صلى الله عليه وسلم غير اتجاه القبلة فغيه. وفي هذه الفترة لم يغفل رسول الله أمر الإعداد لمواجهة أي طارئ، وكانت معركة بدر أكبر اختبار لهذا المجتمع الجديد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من المدينة للقاء القافلة لم يخرج لقتال، وكثير من الناس يغفلون عن هذه النقطة. إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليلقى قافلة قريش. لماذا؟ أراد أن يشعر معسكر مكة بأن معسكر المدينة لم يعد ذلك المعسكر الضعيف. المكان هذا اللي ما بين الجبل الصخري وما بين الجبل الرملي، هذا هو المدخل رسول الله إلى بدر. من قرية خلفه قالها قرية الدبة، الوقت الحاضر ما هي موجودة ولا هي موجودة لها أثر. عندما أتى رسول الله الحمراء على ما أعتقد ترك الطريق هذا، وترك للطريق هذا على أساس التمويه، فأتى من الخلف، دخل بدر من الخلف فعسكر في هذا المكان. هذه هي العدوة الدنيا.
الرسول صلى الله عليه وسلم جه ينزل بالجيش في مكان والمشركين في مكان. أم جه الحباب بن المنذر سأله سؤال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب والمشورة والمكيدة؟ قال له: لا، هو الرأي والحرب والمكيدة. قال له: لا، يبقى المكان ده مش صح. طبعا هذا مسجد العريش، إذا جاز التسمية نقدر نسميه مركز القيادة، فقد بني له عريش من سقيف من جريد النخل، وكان رسول الله جالس تحت العريش هو أبو بكر وكبار الصحابة، وكان يدعي رسول الله بالدعاء المأثور: اللهم إن تهزم هذه الفئة، اللهم وعدك الذي وعدتني، اللهم أهزمهم، اللهم إن تهلك هذه الفئة فلن تعبد في الأرض بعد ذلك. كان لهذه المعركة أثرها الكبير على المسلمين، أما قريش فقد سادتها اللطيمة، لكنها أرادت الثأر في العام التالي، فأعدت جيشا من 3000 مقاتل، تحرك نحو المدينة ونزل عند جبل أحد. ولما علم الرسول بقدومهم خرج مع 700 مقاتل ونزلوا على طرف وادي قناة بين جبل أحد وجبل صغير بقربه سمي جبل الرماة، وجعل وجهه إلى المدينة وظهره إلى جبل أحد. هذا الجبل الذي ترونه خلفي جبل من جبال الجنة، وهو جبل أحد، وهذا الجبل الصغير الذي يشبه التلة يسمى في التاريخ الإسلامي بجبل الرماة. هذا الجبل جبل أحد وجبل الرماة حدث حوله وفي سفحه معركة مشهورة جدا في التاريخ النبوي الإسلامي، وهي معركة أحد الشهيرة. تعالوا سويا نصعد قليلا فوق جبل الرماة ونتذكر بعض أحداث معركة أحد، هذه المعركة الشهيرة. بدأت المعركة، نصر الله عز وجل أهل الإسلام نصرا مؤزرا عظيما، حينما رأى من فوق هذا الجبل الذي أقف فوقه، رأى أن الكفار بدأوا يهربون، نزلوا مخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأخذ الغنائم، فتسلق الجبل من خلفه الفارس الكبير المعروف خالد بن الوليد، وكان في وقتها لم يسلم بعد. تحول أمر المعركة في هذه اللحظة حيث تغيرت أوضاع القتال، سيطر خالد بن الوليد ومن معه من جيش الكفار على أرض المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض كسرت رباعيته وشق جبينه، ودخلت حلقتان من حلقتي المغفر الدرع في وجنته الشريفة، وتأثر تأثرا كبيرا. كان حوله كوكب من المسلمين يدافعون عنه دفاعا مريرا، ولكن الله عز وجل ثبت المسلمين، ونزل رسول الله وفر الكفار. بدأ اليهود ومعهم المرجفون بالتحرك ضد المسلمين في المدينة وما حولها، فكان لابد من إعطائهم درسا قاسيا، فتم إجلاء يهود بني قينقاع وبني النضير عن المدينة، لكن هؤلاء حرضوا قريشا والقبائل الأخرى على المسلمين، فوجدت جميع الأطراف في ذلك فرصة للقضاء على المسلمين، فتحركت هذه الجيوش صوب المدينة في شهر شعبان من السنة 5 للهجرة. وبعد تدارس الأمر نفذ المسلمون خطة حربية جديدة، وهي حفر خندق على امتداد المنطقة المكشوفة التي قد تدخل منها جيوش الأحزاب. في هذا المكان انتهى الخندق في الحرة الغربية، حرة الوبرة، حيث انتهى عند أطم لبني سلمة يسمى أطم المزاد. انتهى حفر الخندق، وبذلك اتصلت الحلقة حول المدينة المنورة. الخندق من الشمال الغربي ربع دائرة، وبقية المدينة كانت الحرار تحيطها من الشرق والجنوب والغرب، فصارت المدينة في حصن حصين.
بعد غزوة الأحزاب أيقنت قريش استحالة القضاء على المسلمين، فهدأت الأحوال. وفي مستهل ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة خرج الرسول والمسلمون نحو مكة المكرمة لأداء العمرة، حتى وصلوا إلى الحديبية على بعد نحو 20 كيلومترا عن مكة. وعندما سمعت قريش بمسيرتهم جمعت الجموع لصدهم، وهناك بايع المسلمون الرسول بيعة الرضوان الشهيرة. لكن الأمور اتخذت منحا تفاوضيا انتهى بصلح الحديبية. وقد تضمن الصلح أن يعود المسلمون للطواف بالبيت في العام المقبل، كما نظم العلاقات بين الجانبين. في هذه المنطقة حدث صلح الحديبية، وهذا المسجد بني لتخليد هذه الذكرى. هذه المنطقة التي ترونها بما فيها من حرارة، بما فيها من صحراء، بما فيها من أماكن صعبة، حدث فيها صلح الحديبية الذي هو تمهيد لفتح مكة وما فيه من نصرة للمسلمين والإسلام. تلطف يا ريح بالمدينة المنورة. بعد هذا الصلح سادت هدنة استمرت عامين، ثم نقضتها قريش عندما أعانت حلفائها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين. واعتبر الرسول أن قريشا أبطلت المعاهدة، وكان ذلك سببا لفتح مكة وما حصل بعده من تداعيات. بقاعها المعطرة فحيثما هبت أو حللت يا رياح ستحملي أريجة نبينا صلوات الله وسلامه.